السلام عليكم. وصلت الفكرة يا باشمهندسين ولا لأ؟ فهو النكست هوب أدرس ده معناه إن أنا واقف هنا يا جماعة، زي ما قلت لكم كده، أنا مثلا رايح مشوار عند عنوان زد، فاللي بيديني العنوان اللي بيديني العنوان قال لي إيه؟ قال لي أول ما توصل البلد دي اسأل على إكس. كويس؟ فدي الهوب الاولانيه. رحت الاكس، سالت على اكس فرحت له. جوه اكس لقيت جدول كده بيقول لي انت عايز تروح لمين؟ قلت له عايز اروح لواي. فقال لي عشان تروح لواي روح في الطريق ده. فرحت لواي، قلت له واي ايه؟ انا عايز اروح لزد. فقال لي عشان تروح لزد روح للطريق ده بس. فدي الهوبس اللي بتحصل في الراوترز. فانت بتطلع رساله لقيت الديستنيشن بتاعها مختلف عن النتورك اللي انت فيه، فرحت للجيت واي. الجيت واي شاف الراوتنج تيبل، لقى ان النتورك اللي انت عايز تروحها مرتبطه براوتر او النكست هوب بتاعتك، او اللي يقدر يدلك على اقرب حد ليها عنوان تاني. فروحت للعنوان التاني لقيته راوتر. هتبص بقى في الراوتنج تيبل او هتبص في الراوتر ده هتلاقي يقول لك ايه، انت عايز 10 1 1 0. اطلع من الانترفيس ده. لما تروح للانترفيس ده خلاص انت كده بقيت جوه النتورك بتاع الديستنيشن. هتشوف بقى انهي هوست فيهم رقم 3 تبعت له رساله بس. اللي عايز يسال انا تحت امرك، اتفضل. لو تمام قولوا تمام. تمام يا تمام يا دكتور. دكتور. ها أي سؤال؟ لا تمام، فهمتها، شكرا يا دكتور. طيب دلوقتي بيقول لك يبقى لو انت عايز تطلع الراوتنج تيبلز ممكن تكتب نت ستيت ماينس ار او روت برنت. الكلام ده لو طبقته على الراوتر بيبدأ يطلع لك ايه الراوتنج تيبل بتاعه. تمام، يقول لك مثلا ايه على سبيل المثال ادي نتورك ديستنيشن. المفروض تطلع الديفولت جيت واي ازاي والانترفيس اللي تطلع منه عامل ازاي. تقريبا في تفاصيل اكتر من كده ما هيش ظاهره في الرسمه يعني. يبقى في امر اسمه نت ستيت ماينس ار او روت برنت بيطلع لك التفاصيل دي. طيب الحته بقى المهمه، خلاصة الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بيتلخص لك في 3 سيناريوز ممكن يجي عليهم سؤال. ليه بقى؟ بيقول لك الباكت فورواردنج موفينج ذا باكت توردز اتس ديستنيشن، اللي هو من الاخر لما انت بيجي لك باكت، انت كراوتر بيجي لك باكت رسالة مسج، يعني جزء من مسج. خلاص، يا ترى ايه السيناريوهات المختلفة اللي ممكن تقابلك كراوتر؟ قال لك اول سيناريو، ركزوا معايا الله يكرمكم قوي، اول سيناريو اللي هو ايه بقى، الروت انتري اكزيست. يعني ايه؟ يعني ايه روت انتري اكزيست؟ يعني انت عندك راوتنج تيبل كراوتر، انت جالك رساله فبتبص في الراوتنج تيبل لقيت الشبكه اللي الرساله دي رايحه ليها موجوده في الراوتنج تيبل. فاهمين ولا لا؟ تاني، انا جاي لي رساله كراوتر، جات لي بقى من راوتر اخر، جات لي من النتورك اللي انا متوصل بيها كديفولت جيت واي، ايا كان جات لي رساله كراوتر. عندي 3 سيناريوهات. اول سيناريو فيهم ان الديستنيشن نتورك دي تكون معايا في نفس النتورك، اسف موجوده عندي في الراوتر ده في راوتنج تيبل، يعني زي ما شفنا من شويه 10 1 1 0 كانت موجوده وكان الادرس بتاع النكست هوب بتاعها موجود عندي في الراوتنج تيبل. ده السيناريو. طيب لما يجي لي رساله بالشكل ده هعمل ايه؟ قال لك بص بقى يا سيدي، قال لك ذا راوتر ريموفز ذا لاير 2 انكابسيوليشن. خلاص، انت اصلا زي ما اتفقنا قبل كده انا عندي اللايرز بتاعتي السيفن لايرز بتوعي اللي هو اس اي لايرز. لو انت بتبعت بتبقى نازل من فوق لتحت، من فوق لتحت، وانت بتستقبل بتطلع من تحت لايه؟ لفوق. فهو بيقول لك ان انت جاي لي من اللاير 2 فببدا اشيل الانكابسوليشن بتاع لاير 2. بعد كده الراوتر بيكستراكت الديستنيشن اي بي ادرس، بيبدا يتفحصه في الرساله. الراوتر تشيكس ذا راوتنج تيبل. اهو ركز بقى معايا، انا دلوقتي عندي اي بي ادرس بتاع الديستنيشن اللي الرساله رايحه له، وعندي اي بي تيبل بتاعي. طيب انا بدور على الاي بي بتاع الشبكه اللي هو رايحها واقارنه بالراوتنج تيبل بتاعي. بص بقى، قال لك النتورك 1 10 1 2 0 is found in the routing table. ده السيناريو اللي بنتكلم عنه اللي هو الروت انتري اكزيست،
ايه اللي هيحصل؟ قال لك الراوتر بيعمل ري انكابسيوليشن ذا باكت، بيغلفها تاني، بس بيكون الديستنيشن اللي هتروح له مين؟ او النكست هوب بتاعها مين؟ 10 1 2 0. يبقى تاني كأني يا جماعه جاي لي مثلا رساله من امريكا، طرد من امريكا مثلا، فوصل مصر، فبيبدا البريد بتاع مصر يفتح كده العناوين بتاعت اللاير 2، وبعد كده شل بتاع لاير 2، وبعد كده راح للاير 3، لقى الاي بي ادرس بتاعه، هيبدا كبتاع ده كمكتب بريد يشوف هل الديستنيشن اللي الرساله رايحه له تبع المكتب البريد ده، بيدور بقى ده الراوتنج تيبل بتاعه بقى، لو هيبدا يوجه حد بقى من الناس المسؤولين عن توجيه الرسائل، يقول له خد الرساله دي هي تبع الراوتنج تيبل بتاعنا، والعنوان التفصيلي بقى بتاعها في الراوتنج تيبل خده اهو وروح له. هيبدا يعمل ايه؟ يضيف يعمل يغلفها تاني ويقول له خلاص ادي التغليف بتاع الرساله باكت اهو، بس هتنبعت لمين بقى؟ هتنبعت للنكست هوب. النكست هوب ده مين؟ انا شفت في الراوتنج تيبل ان النكست هوب ادرس كذا زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت، تقوم يبعتها للراوتر بتاع النكست هوب بس كده، ونفس الكلام يتكرر هناك في اللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما توصل للجهاز نفسه. طيب ده اول سيناريو. ثاني سيناريو بيقول لك ايه بقى؟ نو انتري، نو روت انتري اكزيست، يعني مش موجود، بط لكن ركز بقى. قال لك في الراوتنج تيبلز بيبقى في حاجه اسمها ديفولت روت بيبقى موجود فيه. تاني انا عندي راوتنج تيبل اهو، في شبكه وكذا العنوان بتاعها كذا، شبكه كذا العنوان كذا، شبكه كذا العنوان كذا. طب لو ما فيش لو مش ولا واحده من دول، قال لك بص انا هحط حاجه اسمها ايه بقى؟ الديفولت روت. يعني ايه ديفولت روت يا شباب؟ يعني بقول له لو ما لقيتهاش في حد من دول روح لحد تاني، راوتر تاني، راوتر اخر، دور عنده في الراوتنج تيبل بتاعه يمكن تلاقي. يبقى ايه معنى الديفولت روت؟ ان انا دلوقتي بقول له لو كل الروتس اللي موجوده في الراوتنج تيبل دي مش تبع اللي انت عايز تروح له، هحط لك اي بي ادرس بتاع راوتر تاني، روح دور في الراوتنج تيبل بتاعه يمكن تلاقي. بس فلا يصل خطوات نفس الخطوات هو باختلاف بسيط، الراوتر هيريموف لاير 2 انكابسوليشن، الراوتر اكستراكت الاي بي ادرس، الراوتر هيتشيك الراوتنج تيبل بتاعه فور ماتش، النتورك دي خلي بالك بقى نوت ان ذا راوتنج تيبل، النتورك ده بتاع الديستنيشن مش موجوده في الراوتنج تيبل بتاع الراوتر ده، مش موجود. فيعمل ايه بقى؟ قال لك بط لكن ديفولت روت 2 192.168.1.2 اكزيست. يبقى ده الديفولت روت اللي موجود. هيعمل ايه بقى الراجل؟ بدل ما هو في الراوتر ده، لا هياخد بعضه، بص بقى في الرسم اهو، ويروح للراوتر اللي الانترفيس بتاعه عنوانه 192.168.1.2، يفتش او يدور بقى في الراوتنج تيبل بتاعه ويطبق نفس السيناريو وهكذا. خلاص؟ طيب هيعمل ايه بقى؟ قال لك هيعمل الراوتر هيري انكابسوليت نفس الكلام، تمام؟ ولكن هيبعت للانترفيس 192.168.1 عشان يروح فيه يدور في الراوتنج تيبل تاني ويكرر نفس السيكونس. جميل، ده كده تاني سيناريو، خلي بالك ده تاني سيناريو. طيب اخر سيناريو، اخر سيناريو بقى قال لك ايه؟ قال لك نو روت انتري، مفيش نو روت انتري، دور ما لقاش، ونو ديفولت روت، ومفيش ديفولت روت في الراوتر ده. يعمل ايه؟ قال لك خلاص الرساله دي تتدلت اهو، بيقول لي if there is no matching address in the routing table and no available default address the IP packet is dropped, it is not forward and not returned، ولا بتحصلها فورورد ولا بترجع، هي بتتدلت خلاص. وده السيناريو الثالث، تمام؟ يبقى الثلاثه سيناريوز ايه؟ يلاقي الديستنيشن في الراوتنج تيبل خلاص، يبدا يري انكابسوليت تاني بس للنكست هوب ادرس، ما يلاقيش بس يلاقي ديفولت روت فانكابسوليت، يري انكابسوليت تاني بس للديفولت روت. ثالث حاجه ولا يلاقي الروت ولا يلاقي ديفولت روت، فيقوم عامل ايه؟ يعمل دروب للرساله بس كده.
سامعني تمام؟ تمام يا دكتور. طيب انا ممكن اقول لك ايه الثلاثه سيناريوز اللي ممكن يقابلوك كراوتر وجالك رساله، هتعمل فيها ايه؟ ايه الثلاثه سيناريوز اللي انت بتفتش فيهم لما يجي لك رساله كراوتر؟ تقول لي واحد، ببدا اشوف الراوتنج تيبل بتاعي هل فيه ديستنيشن اي بي بتاع الرساله اللي انا يعني الديستنيشن نتورك اي دي موجود عندي في راوتنج تيبل؟ اه موجود، خلاص هبدا اعمل له فورورد للادرس اللي انا اللي هو قال لي نيكست هوب ادرس بتاعي فين. تاني حاجه، ما لقيتوش في الراوتنج تيبل، بس انا في الراوتنج تيبل حاطط ديفولت روت. يعني ايه ديفولت روت؟ يعني اي بي ادرس لراوتر اخر، لو ما لقيتش في الراوتر ده اروح ادور عنده. خلاص، يبقى في الحاله دي هعمل ري انكابسوليت واقول له روح للراوتر ده دور عنده. السيناريو الثالث ان انا ما لقيتش الادرس او الديستنيشن نتورك اي بي في الراوتنج تيبل ومش حاطط ديفولت روت، هعمل دروب للرساله. فهتشرح لي الثلاثه دول باختصار شديد. اي سؤال؟ يعني ده السؤال يا دكتور اللي هو حضرتك بتسألنا، تقول لنا ايه ايه التلات الثلاثه سيناريوز اللي ممكن تعملهم انت كراوتر اما تيجي تعمل باكيت فوروردنج؟ هنشرح بالتفصيل زي ما حضرتك كنت عاملهم ستيب تحت بعض كده. اعمل هتقول لي ري بص يا باشمهندس، انت جاي لي ايه؟ السيناريو الاولاني اهو، جاي لي السيناريو ريموت. الاولاني روت انتري اكزيست، جاي لي الخطوات خلاص. تمام، واللي بعدها بعدين وفي خطوات. اثنين، السيناريو الثاني الخطوات. ثلاثة، السيناريو الثالث الخطوات. بس كده. تمام يا دكتور. اي سؤال يا شباب؟ طيب ده كان الجزء اللي احنا سبناه في اخر المحاضرة من شابتر 5، جزء بسيط وانا يعني اديته حقه وبزيادة كمان في الشرح، عشان بس يبقى ايه مفهوم بالنسبة لحضراتكم لو في اي سؤال في الجزء ده قبل ما ابدأ في الشابتر الجاي. لا كده تمام يا دكتور. طيب جميل، شابتر 6 من الشباتر الجميلة صراحة، إن شاء الله يبقى شابتر خفيف يعني. هل ظهر عندكم دلوقتي ولا لسه؟ لسه طيب حاضر. يا ساتر، ده أنت عندك النت سيء للغاية. يا رب تكوني سامعاني بس. تمام يا شباب، شابتر 6 بيتكلم عن الاي بي ادريسنج. تمام، الحاجات اللي انا قلتها قبل كده مش هقعد فيها كتير، يعني هحاول اتخطاها بسرعه يعني. بيقول لي بقى ان الاي بي في منه نوعين، تو بروتوكولز، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. الفرق ما بينهم، الفرق الجوهري يعني، وفي فروق كتير بس الفرق الجوهري العدد، عدد الاي بي ادريسز الافيلابل يعني. خلاص، طيب سؤال، هل احنا في الزمن اللي احنا فيه ده محتاجين اي بي فيرجن 6 ولا محتاجين اي بي فيرجن 4؟ مبدئيا في شركات دلوقتي شغاله اي بي فيرجن 6، وتقريبا انا وريتكم ده لما قلت لكم خشوا كده على موقع اللي هو بيقول لك ماي اي بي، يعني الاي بي اللي انت البابليك اي بي اللي انت طالع بيه على الانترنت، سواء بقى شغال داتا او شغال من شبكه داخليه على راوتر مثلا، فبيقول لك الاي بي البابليك بتاعك. خلاص، ففي ناس، في شركات دلوقتي شغاله، بعض شركات الاتصالات شغاله باي بي فيرجن 6. طب هل في فعلا احتياج للاي بي فيرجن 6؟ قلنا الكلام ده قبل كده، ان احنا اصلا في زمن الانترنت اوف ثينجز، وبالتالي السيارات، السمارت ووتش، الثلاجات، التكييفات، اي حاجه موجوده عندي في البيت كديفايس ممكن يبقى ليه اي بي ادرس ويبقى جزء من النتورك. فبالتالي احنا عندنا مليارات من الاجهزه المفروض تبقى داخله نتورك، فبالتالي احنا فعلا محتاجين السايز بتاع الاي بي فيرجن 6 عشان يبقى فيه تغطيه لكل الاجهزه على مستوى العالم تبقى متوصله بالانترنت. هقول لك طب اللي شغالين بالاي بي فيرجن 4 بيعملوا ايه؟ بيضطروا طبعا يستخدموا حاجه اسمها ايه؟ نات. طب النات ده بيعمل ايه؟ بيخلي كل شبكه، كل لان داخليا يبقى لها اي بيهات برايفت، ولما تيجي تطلع بره كل اللان بتطلع ببابليك اي بي واحد. تمام كده يا شباب؟ فهي دي الفكره في الجزئيه دي.
طبعا احنا قلناها قبل كده فمش هناخد فيها وقت كتير. الاي بي ادرس ستراكشر قلنا قبل كده ان هو بيتكون من اوكتات. كام اوكتات؟ 4 اوكتاتس صح؟ ده بالنسبه للاي بي فيرجن 4، وده طبعا كل اوكتات وظيفته ايه والسبنت ماسك والحاجات دي كلها قلناها. بس هو هنا بيقولها لك بشيء من التفصيل، بيقول لك الاناتومي اوف اي بي ادرس يعني التشريح بتاع الاي بي. بيقول لك لو انت مكتوب عندك 192 ده معناه ايه؟ طبعا احنا قلنا كل اوكتات عباره عن كام بت يا شباب؟ عباره عن 8 بت باينري. لو انت جيت تريبريزنت ال 128، طبعا انتوا عارفين ان لما باجي اريبريزنت بالباينري بيبقى كل بت في الباينري ليها فاليو، ليها قيمه زي الاحاد والعشرات والمئات والالاف في الديسيمال كده. فالبوزيشن ده قيمته واحد، البوزيشن اللي بعده اثنين، البوزيشن اللي بعده اربعه، اللي بعده ثمانيه صح؟ 16 صح يا شباب؟ 32 معلش مش عارف اكتب اول بالماوس، اللي قبل الاخير 64، الاخير 128. فلما تيجي تمثل ال 128 هتلاقي ال 128 عباره عن حاصل جمع 128 زائد 64، عشان كده حطوا واحدين هنا والباقي صفار. طيب 186 نفس الكلام، 186 عباره عن كام؟ عباره عن 128 زائد 32 زائد 8 صح يا شباب؟ طيب ال10 عباره عن كام؟ 2 و8. فهو القيم اللي هو عايزها بيحط تحت يعني قصادها وحايد. فهنا طبعا انتوا عارفين الترتيب، هقوله تاني اهو، 1 2 4 8 16 32 64 128. ده الارقام دي بتاعت ايه يا جماعه؟ دي قيمه كل وضع او كل بوزيشن في الثمانيه بت بتوع كل اوكتت. فلو انا عايز امثل 10، ال10 عباره عن كام؟ عباره عن الثمانيه والاثنين، واثنين واحط الباقي صفار. خلاص؟ ال 192 عباره عن 128 و64 واحط الباقي صفار وهكذا. هو ده التمثيل الباينري بتاع الاوكتت زي ما انتم شايفين كده. ارجو ان ده يكون واضح. لو مش واضح مش عيب جدا تسالني. تمام. هنا بقى بيقول لك ايه الباينري نمبر سيستم، وبيقول لك بقى ايه التفاصيل بتاعت كل واحد، وبيقول لك ان كل بوزيشن زي ما احنا قلنا ادي البوزيشن الاولاني واحد. دي منين يا جماعه الواحد؟ بيقول لك ان البوزيشن الاولاني ده بياخد انت اصلا باينري، يبقى الاساس بتاعك اثنين. فاول بت بيبقى 2 اس 0، الثانيه 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 6، 7. دي الفاليوز بتاعت اللي احنا كنا بنقولها ال 128 و 64، بيقول لك جت منين يعني؟ خلاص يا شباب؟ ان كل قيمه جت من البوزيشن بتاعها، والبوزيشن بتاعها بيبقى ليه 2 اس كذا على حسب ترتيب البوزيشنز. البوزيشنز بتبدا من صفر على اليمين وتزود وانت ماشي على الشمال. بما انهم 8 بت يبقى اول بوزيشن بيبقى اس 0 واخر بوزيشن بيبقى اس 7. لو جيت تحسبها هتلاقي ان 2 اس 7 128، 2 اس 6 64 وهكذا. انا بقول برضو الحاجات ديت رغم ان هي المفروض تبقى واضحه للكل يعني. طيب هنا بقى بيقول لك ايه ازاي تحول من الباينري للديسيمال. تمام؟ طبعا نفس الكلام، يعني لما يجي لك مثلا رقم بالباينري عباره عن 6 صفار على اليمين وواحدين على الشمال، فبتبدا تشوف الواحدين اللي على الشمال دولت في انهي بوزيشن؟ البوزيشن بتاع ال 64 و 128، تجمعهم يديك 192. خلاص؟ بيبدا يقول لك ايه الاوكتات الثاني الوحايد فين؟ الوحايد عند ال 8 وعند ال 32 وعند ال 128، لو جمعتهم الثلاثه يديك 168 اند سو اون. خلاص؟ لو حد مش فاهم دي يوقفني عادي ما عنديش مشكله. كلام يعني بيقول لك ازاي تحول من باينري لديسمال ومن ديسمال لباينري. اهو نفس الكلام ماشي؟ ده العكس بقى من ديسمال لباينري. لو حد مش فاهمها يا جماعه مش عيب خالص. ها يا شباب لو حد عنده سؤال يسألني، لو ما عندكمش سؤال قولوا تمام عشان اعرف ان الصوت تمام. يعني حضرتك يا تمام يا دكتور، دكتور. احنا بنقول الرقم لديسيمال اللي هو 1 2 4 8 16 32 وكده، بنحط الترتيب بتاعه. بص يا باشمهندس الموضوع باختصار شديد، هل انت لو معاك رقم ديسيمال تمام تعرف تحوله للباينري بتاعه؟ ولو معاك رقم باينري تعرف تحوله للديسيمال بتاعه؟ لو انت قلت لي ايوه اه يبقى انت تمام، بس ده اللي هو عايز يقوله. بس تمام.
عارف ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في خطوات جايه لما نيجي نعمل حاجه اسمها سبنيتنج. هتبدا تعرف الواحد لما يكون في البوزيشن الاول على الشمال خالص قيمته كام؟ ايه يا باشمهندس؟ لو على الشمال خالص يبقى قيمته 128. الله يفتح عليك. طيب لو المكان اللي قبل الاخير، يعني لو كنا مثلا هنا صفر وهنا واحد، يبقى الواحد ده قيمته كام؟ 64. الله يفتح عليك. طب لو قلت لك اللي قبله 32، اللي قبله ايوه 16، اللي قبله 8، 16. اللي قبله 4، اللي قبله 1، فاهم دي؟ يبقى انت زي الفل. فاهم ده بس تمام يا دكتور. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، عشان هيفرق معانا في حاجات لما نيجي نعمل حاجه اسمها سبنيتنج. هتلاقي البوزيشن بتاع الواحد هيعرفك السبنت ماسك هيبقى عامل ازاي. فاهمني يا باشمهندس؟ تمام فهمت يا دكتور. طب جميل. هنا بقى بيرجع يقول لك تاني ان الاي بي ادرس اي بي فيرجن 4 بيكون جزء ايه؟ طبعا هو 32 بت. الاي بي ادرس بتاع الاي بي فيرجن 4 32 بت. يقول لك ال 32 بت دولت مقسومين لجزئين، جزء بيعبر عن النتورك وجزء بيعبر عن الهوست. هتقول لي طب كام بت للنتورك وكام بت للهوست؟ هقول لك على حسب الكلاس اللي انت شغال فيه، لو A ولا B ولا C. فاهمني؟ تمام يا شباب ولا مش تمام لحد دلوقتي؟ ها تمام يا دكتور. طيب، بيقول لي السبنت ماسك بيستخدم عشان ايه؟ عشان يعرفك النتورك بورشن ايه والهوست بورشن ايه. خلاص. ازاي بيعرفك برضو؟ قال لك هو السبنت ماسك بيكون 32 بت. ال 32 بت دولت جزء منهم بوحايد وجزء منهم بصفار. الجزء اللي بوحايد، ركز المعلومه دي مهمه جدا عشان تفرق معانا في السبنتنج ان شاء الله، هو الشابتر اللي جاي. الجزء بتاع النتورك بخليه وحايد، طب والجزء بتاع الهوست بخليه صفار. الكلام ده فين؟ في السب نت ماسك. يبقى لو جيت قلت لك اعمل لي سب نت ماسك لاي اي بي، هتقول لي الاي بي ده انهي بتاع ده، انهي كلاس. بتسالني ليه؟ عشان تقول لي ان لو كلاس مثلا ايه، يبقى انا دلوقتي عندي في 3 اوكتات، 3 اوكتات قيامهم بيعبروا عن النتورك، يبقى دول كلهم هيبقوا في السب نت ماسك بكام؟ بواحد. والاوكتت الرابع هيبقى بصفار عشان بيعبر عن الهوست بس. ارجو اللي مش فاهم دي يقول. يبقى السب نت ماسك بيستخدم عشان يحدد في الاي بي النتورك بورشن او الجزء بتاع النتورك ايه والهوست بورشن ايه. طيب بيحددوا ازاي؟ قال لك بسيط جدا. الجزء اللي بيعبر عن النتورك في السب نت ماسك بيبقى واحد، والجزء اللي بيعبر عن الهوست بيبقى اصفار. طب ليه؟ قال لك عشان لما تيجي تعمل اند، الجزء بتاع النتورك هيبقى قدامه وحايد في السبنت ماسك فيطلع زي ما هو، والجزء بتاع الهوست قدامه اصفار فيطلع اصفار، وبالتالي بيطلع لك النتورك اي دي. لو حد مش فاهم يسأل مفيش اي مشكله. لا تمام يا دكتور. اي حد لو مش فاهم يسأل يا شباب. طيب هنا مديني مثال بيقول لي لو انا قلت لك الدوت الديسيمال، يعني الطريقه بتاعت الدوت الديسيمال يعني ايه؟ يعني بتكتب قيمه ديسيمال ودوت وقيمه ديسيمال ودوت وقيمه ديسيمال ودوت وقيمه ديسيمال ودوت. احنا عندنا 4 اوكتت صح؟ سواء في السبنت ماسك او في الاي بي. فبيقول لك ايه بقى؟ في مثال اهو، انا اقول لك ممكن اقول لك ايه؟ ممكن اقول لك بالباينري عادي 8 وحايد دوت 8 وحايد دوت 8 اصفار دوت 8 اصفار. ده كده سبنت ماسك. خلاص؟ بس بالباينري. طب لو عايز اعمله بالديسيمال خلاص. لو انتوا اخدتوا بالكم بقى، الثمان وحايد دول بالديسيمال 255، والثمان وحايد دول 255، والثمان اصفار صفر، والثمان اصفار صفر. يعني هو لو انا عملته بالديسيمال 255 دوت 255 دوت 0 دوت 0. طيب السلاش نوتيشن بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه، اعمل فورورد سلاش وحط 16. ال 16 بيعبر عن ايه؟ عدد الوحايد بس كده. يبقى لو انت بالسلاش نوتيشن او البريفكس ده بتكتب ايه؟ فورورد سلاش وعدد الوحايد اهو ذا نمبر اوف 1 بيتس زي ما هو كاتب كده، او تكتبه بالدوت الديسيمال 255 دوت 255 دوت 0 دوت 0 بس.
لو حد عنده سؤال. يا شباب يعني عدد الوحيد يا دكتور بنكتبه بعد الباك سلاش. بعد الفرو، هي فرو سلاش مش باك سلاش. فرو، ما اسف يا دكتور، فرو اه سلاش. بالظبط، لما احنا شرحنا قبل كده في الجزء اللي فات كنت بقول لك ان طريقه البريفكس بتعمل فورورد سلاش وعدد الوحيد في سبنت ماسك، وعدد الوحيد مرتبط بايه؟ مرتبط بعدد الاوكتاتس او عدد البيتس اللي بتريبريزنت النتورك. كنا بنعرف من خلالها الكلوز، كلوز بالظبط اي او كده، بي او سي. بالظبط تمام يا بالظبط. دكتور. طيب خلي الحته دي بتاعت كلاسلس وكلاس فول دي هنعرفها في السبنيتنج ان شاء الله. تمام. طيب بتعرف الاي بي كلاس ازاي بدون ما اكون قايل لك على السبنت ماسك؟ قال لك كلاس ايه، كلاس ايه الفيرست اوكتات رينج بتاعه من 0 ل 127، كلاس بي من 128 ل 191، كلاس سي من 192 ل 223. تمام. يبقى انا وديتك اي اي بي، خلي بالك بدون ما اقول لك السبنت ماسك بتاعه ايه، تعرف هو الكلاس بتاعه ايه من خلال قيمة اول اوكتات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا قلت لك اي بي بيبدا باوكتات 10 يبقى ده كلاس ايه؟ ها؟ كلاس ايه يا دكتور؟ ايه ايه ليه؟ لانه بيتراوح من 0 ل 127. طب لو قلت لك 172 ده اول اوكتات كلاس بي؟ يبقى ده كلاس بي. طب لو قلت لك 192 يبقى كلاس سي. كلاس سي. طيب ايه بقى المميز لكل كلاس من الكلاسز ديت؟ قال لك والله بما ان انت هنا كلاس ايه، كلاس ايه ده كام اوكتات بيعبر عن النتورك؟ قال لك واحد. خلاص. طيب واحد يعني ايه؟ قال لك يعني الجزء الخاص بال، اسف مش واحد، انت هنا عندك كام احتمال، معذره عندك هنا كام احتمال؟ قال لك عندك من 0 ل 127، يعني عندك 128 احتمال مختلفين للنتورك، بس بيقول لك في اثنين منهم ريزيرفد، الزيرو وال127 ريزيرفد ما حدش بياخدهم، يبقى كده انت عندك 126 احتمال لنتورك اي دي مختلف. ماشي. طب كل نتورك اي دي ممكن يكون جواه كام ديفرنت هوست؟ قال لك 16 مليون و777 الف 214 ديفرنت اي دي. الرقم ده جه منين؟ لو حد عرف يبقى فاهم موضوع الايبهات بشكل كويس. من اين اتى هذا الرقم؟ احنا قلنا دلوقتي يا شباب اي اي بي كام اوكتات؟ واحد دوت الثاني دوت الثالث دوت الرابع. بما اني شغال كلاس ايه يبقى مين بيتكلم عن النتورك ده؟ طيب أول أكتب طب الثلاثه دول بيعبروا عن مين؟ عن الهوست. طيب يبقى معنى ذلك ان الهوست ليه كام بت؟ كام بت؟ 24، 24. الله يفتح عليكم، 24 بت. طب ال يبقى دي 24 اتنين بت أس دول 24. الله ينور عليك، يبقى يديني كام احتمال؟ 2 اس 24، بس في حته صغيره بقى فاتتك، ناقص 2. لازم تطرح من رقم 2. رقم 2 ده عباره عن الريسيرف، ايه؟ اللي هم الريسيرف الريزيرفد. الريزيرفد مين الريزيرفد؟ قال لك انا بريزيرف حاجتين، اسم النتورك، النتورك اي دي اللي هو بيبقى زيرو دايما صح، والبرودكاست اللي هو بيبقى دايما 255 صح. بس فالاثنين دولت بيتم طرحهم من العدد الكلي عشان اقول لك ان العدد المتاح اللي ينفع انت تاخده كاي بي جوه الشبكه دي 16 مليون 777 الف 214. ها حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ تمام. طيب نفس الكلام هقوله على كلاس بي، في كم احتمال من 128 ل 191؟ بس خلي بالك كلاس بي، ركز قوي في الحته اللي جايه دي عشان ممكن تلخبط حد. كلاس بي كده عندك ادي اوكتت، الثاني
الثالث، الرابع. كويس. طيب هقول لك في كام احتمال من 128 ل 191، حد يعملها بالآلة الحاسبة كده يعني، قول ديت 130 يبقى 61، 63 صح؟ نعمل ايه؟ 63 صح؟ لحظة، الفرق ما بين 191 و 128 63 قيمة صح ولا ايه؟ 63 احتمال يعني. ايوه صح يا دكتور. طيب هل ليه ما قالش هنا ان عدد النتوركس المختلفة 63، وقال لك الرقم الكبير او ده اللي هو 16348 نتورك؟ لو حد مركز معايا يقول. ها حد مركز يا جماعة، كلاس بي بياخد اوكتت واحد ولا اتنين؟ ها كلاس بياخد بي اتنين يا دكتور، بياخد اتنين. اتنين. كويس، يبقى ال 63 دول لكل قيمة في الاوكتت ده. تخيل يعني المفروض تضرب 63 ديت في كام؟ في 256. لكل احتمال من 256 احتمال في ده، في احتمال لده. حد يضربهم كده يا شباب في بعض بالآلة الحاسبة معلش. 63 في 256 سريعا كده 16128. طيب خليها 64 كده، تقريبا 64. 64 في 256 16384. تمام، هو صح. هو على فكرة هو بس تقريبا مكتوبة غلط هنا، مبدلين الرقمين فعلا، هو كاتب 48 84. فاهمني يا اللي هو شباب ولا لا؟ 64 في 256. اه مظبوط تمام. يبقى هو ده العدد ده اللي احنا قلنا عليه، يبقى ده عدد الايه؟ عدد البوسيبل نتورك، يعني عدد النتورك اي ديز المختلف. واضحة ولا لا؟ ها؟ واضحة يا دكتور. طب خد بقى الحتة اللي جاية دي كمان كده، باقي كام اوكتت للهوستس؟ ها لا، اتنين. بقى اتنين. الاتنين دول كام بت؟ الاتنين دول 16 بت. الله ينور تمام. يبقى عدد الاحتمالات كام؟ اتنين اس كام؟ كده 2 اس 16 ناقص اهو شوف، 2، صح ايوه الله ولا ينور عليك كام؟ بالظبط. يبقى اتنين اس 16، لو معاك على حاسبه ساينتفك يعني، اتنين اس 16 ناقص اتنين هيديني 65534، وده عدد الهوستس بالظبط المتاح. تمام يا شباب. بالظبط. طيب تمام. اخر اخر حاجه، كلاس سي بيتراوح من 192 او الاوكتت ل 223، لو هتشوف الفرق ما بينهم كام. تمام، بتضربه في كام بقى؟ ركز بقى معايا، كلاس سي الاوكتت الاولاني والثاني والثالث، الثلاثه الاولانيين، ها الثلاثه الاولانيين دول بيعبروا عن النتورك. شوف ده بقى بيديك كام احتمال للاوكتت الاولاني، وتضربه في كام؟ 256 للاوكتت الثاني صح، وتضرب في كمان 256 للاوكتت الثالث، عشان الثلاثه دول على بعض بيعبروا عن النتورك اي دي صح ولا غلط؟ صح يا دكتور. يديني كام بقى؟ يديني 2 مليون 97,152 بوسيبل نتورك اي دي مختلفين عن بعض. ولكن في المقابل جزء بقى، الجزء بتاع، خلي بالك بقى، الجزء بتاع الهوست كام اوكتات هوست؟ واحد يعني كام بت؟ ها 8 8 بت. طب ال 8 8 بت دكتور. يدوني كام احتمال؟ قال لك يدوك 256 احتمال. خلاص هتطرح منهم الاثنين الريزيرفد يديك 254 احتمال. لو حد عنده اي استفسار تحت امرك. لا تمام، فهمناها دي يا دكتور. لو حد تاني ما عنده مشكلة. طيب السلايدز اللي جاية دي كلها بيديك تفصيل عن الموضوع، اللي هو بيقول لك كلاس ايه الرقم الاولاني ده اللي هو بيريبريزنت النتورك بيتراوح من 0 ل 127، والثلاثة اوكتاتس الباقيين بيريبريزنتوا الهوست. خلاص، وبدأ يحسب لك الحسابات اللي احنا عملناها. كلاس بي التو اوكتاتس دولت، ها
بيبقوا نتورك. بس طبعا الاوكتت الاولاني بينحصر الاحتمالات بتاعته ب 128 191، ينضرب في الاحتمالات دي، والاثنين اوكتت الباقيين دول هم الهوست، وبالتالي يديك الحسابات اللي احنا حسبناها دي. كلاس سي نفس الكلام، بس بيقول لك ان ده وده وده. الاولاني ده ليه احتمالات من 192 ل 223 فقط، وده كل احتمالات وده كل احتمالات، لو ضربتهم في بعض هتجيب الرقم اللي احنا جبناه. اما بالنسبه للهوستس فانت مقتصر على الاوكتيت الرابع فقط اللي هو 8 بت، يديني 256 ناقص 2 الكلام اللي احنا حسبناه بالظبط. هو بيقول لك بيقول لك هنا اهو، حتى هو قال لك 256 قبل ما تخصم الاثنين الريزيرف. خلاص يا شباب، ومديك هنا نسب بقى عدد الاحتمالات الممكنه والكلام ده كله. تمام؟ طبعا انتوا فاهمين يعني ايه يوني كاست، وفاهمين يعني ايه برودكاست. يوني كاست يعني بيقول لك ايه عدد الاي بي ادرس اليوني كاست، يعني اللي هم 254 دولت يوني كاست. طيب رقم 255 ده بتاع البرودكاست خلاص، وزيرو طبعا بتاع النتورك اي دي، عشان تبقى فاهم برضو كل جزء راح فين يعني. تمام يا شباب ولا ايه؟ تمام يا دكتور. طيب هو ده اللي هو قاله هنا في الاجزاء دي. طيب عشان برضو يبقى في طبعا كلاس اسمه كلاس دي، ده مخصص للمالتي كاست جروب. يعني لو انت عايز تعمل مالتي كاست، يعني عايز تبعت مثلا في كذا جهاز في نفس الوقت، فبتستخدم مالتي كلاس مالتي كاست جروب، مالتي كاست كلاس دي. يبقى ده اللي هو الرينج بتاعه بتروح من 224 ل 239. وفي كلاس خامس اسمه كلاس اي، ده للبرودكاست. خلاص يعني دول تعرفهم بس ما بالعلم الشيء، مش هنستخدمهم خالص. طيب في حاجه بقى مهمه هنا خلاص، اللي هي البرايفت اي بي والبابليك اي دي. انا قلت لكم قبل كده فكرتهم ايه. البرايفت اللي انت بتبقى شغال بيه جوه اللام بتاعتك براحتك، ويدبليكيت مش مشكله، انما البابليك اللي بتطلع بيه على الانترنت. قال لك بقى خواص كل واحد ايه فيهم، يعني مثلا يوزد في اللان بس، ده بيستخدم في الانترنت. نوت ريكوجنايزد اوفر ذا انترنت، ده ريكوجنايزد اوفر ذا انترنت. اسايند باي لان ادمنستريتور يعني داخلي، ده اسايند باي ايانا اللي هي الهيئه المنظمه لموضوع توزيع الاي بيهات. ده يونيكلي اونلي ان لان، يعني بقى يونيك جوه اللان الداخليه. قال لك ده يونيكلي جلوبال يعني مستوى العالم. قال لك ده فري، انما ده بيتشري بتشتريه من السيرفيس، انترنت سيرفيس بروفايدرز، من الناس اللي بتوزع ايه اي بيهات، بتبقى بفلوس. لو انت عايز بابليك اي بي خاص بيك، سواء انت شغال على ويب سايت معين او عندك مثلا كاميرات مراقبه او كلام من ده، وعايز تبقى ليها اي بي بابليك تخش عليه من اي مكان، فده بيبقى بفلوس. وبدا يقول لك بقى كلاس ايه، ايه الرينج المتاح للبرايفت والمتاح للبابليك. كلاس بي نفس الكلام، وكلاس سي نفس الكلام. يبقى رنجات الاي بي هات دي بابليك، ودي البرايفت، دي اللي تشتغلها جوه اللان، ودي بتشتريها من الاي، يعني بتشتريها من الانترنت سيرفيس بروفايدرز. خلاص يبقى كل كلاس في جزء فري وجزء بيبقى بفلوس، بس اللي فري اسمه برايفت واللي بفلوس اسمه بابليك. ده تمرين كده ناخده لما هو الميتنج هيفصل دلوقتي وندخل تاني، بس ناخد 10 دقايق كده بريك يا شباب. ماشي؟